تحدثت الفنانة هنا شيحة في لقاء تلفزيوني عن أكثر صفة تفضلها في الرجال، وقالت: الصفة التي أفضلها هو أن يكون رجلا بالفعل، وكلمة رجل تتضمن أشياء كثيرة وأصبحت نادرا في عالمنا الجميل. وأعربت هنا شيحة عن سعادتها بالمشاركة في أغنية سقفة التي قدمت في مهرجان الجونة السينمائي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.